نرحب بضيفنا في الاستوديو معالي محمد أبو الحسن المستشار في الديوان الأميري، واللي راح يكلمنا عن دور حضرة صاحب السمو وجهوده الكبيرة ومسيرة العطاء التي سجلها لخدمة هذا الوطن الغالي. حياك الله استاذ محمد، معنا مشرفنا ومنورنا هني في برنامج مسائي، واليوم حلقتنا جدا مميزه لان راح نتكلم ونتطرق في مواضيع كثيره تخص صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. لكن في البدايه نحب نبتديها في امر جدا مهم وهي عجله التنميه. تكلمنا عن دور حضره صاحب السمو امير البلاد، لكن ودنا نشوف من وجهه نظرك شنو هي رؤيته لدفع عجله التنميه في الكويت. اولا انا بودي ان اعبر عن سروري انه تتم استضافتي في هذه الليله، بدءا ان شاء الله بعد يوم غد في مرور الذكرى السنويه لتولي حضره صاحب السمو ومقاليد الحكم. اتشرف انا اني اكون في الديوان الاميري بجانب حضره صاحب السمو، ودائما افتخر انه لما أكون معه في سفراته وبالذات في الأمم المتحدة اللي عشت فيها أنا 23 سنة، واللي كان يأتيني سنويا سموه لما كان وزير خارجية، وأشوفه وهو وزير خارجية محط أنظار كل وزراء الخارجية وما أعلى منهم في خلال هالمسيرة، نظرا لأنه لم يترك دورة من الدورات إلا وحضرها، لم يترك مناسبة إلا وشارك فيها. فبالتالي يشعر الإنسان بفخر أن وزير خارجيته يعني محبوب ويتم الاستشارة وإدخاله في المواضيع لكي يحلها، فما بالك الآن وهو أمير. وفي القمم اللي حضرتها معاه في الأمم المتحدة أكثر من قمة عقدت حتى الآن منذ توليه سدة الحكم، أشعر أن حتى بين رؤساء الدول له الموقع الخاص المتميز. هذا يدل طبيعي على خبرته، حنكته، سلامة رأيه وتجاربه العميقة، ليس فقط في الشأن المحلي أو الإقليمي إنما تعدى حتى للشأن الدولي، ترأس لجان دولية عديدة جدا الحمد لله رب العالمين. هذا مبعث فخر. فبالتالي أقول أنا للشعب الكويتي إن من نعم الله سبحانه وتعالى أن يتسنم قيادة البلد في هذه المرحلة الحرجة التي تمر في العالم، في المنطقة وفي العالم، خبرة عميقة كخبرة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد. لكن بكل تأكيد أن عطاء لا يقتصر فقط على المجال الدولي اللي هو معروف واللي تم التعبير عنه من قبل الأمين العام المتحدة لما قلد في هذا اللقب غير المسبوق في تاريخ الأمم المتحدة بلقب الإنساني. هذا بعد ما بعد هالكلام كلام أبدا. صحيح. الآن سؤالك في محله، أن بجانب هذه السمعة الدولية ماذا أعطى للتنمية الاقتصادية في البلد؟ أنا أقول فعلا اللي يقترب من حضرة صاحب السمو ويعايشه في مجالسه اليومية، إحنا نعتبر نفسه محظوظين أن نشوف أن اهتماماته اليومية للكويت مو للكويت الآن إنما للكويت المستقبل. صحيح. مو للشعب الكويتي الآن بمكوناته إنما لمستقبل الشعب الكويتي وتركيبة الشعب الكويتي. يعني أحد اهتماماته اللي دائما في ذهنه الشباب، وهي الثروة المستقبلية. مو الشباب على أساس أنه فقط تتاح له فرص عمل، لا، يريد أن هذا الشباب أن يكون مبدع ويعرف بحكم خبرته أن القادم سوف يكون أصعب من الحاضر، وبالتالي الشباب يجب أن يكون مهيئين بدرجة أعلى، بدرجة فيها تنوع في القدرات والخبرات والتخصصات والمهارات. فبالتالي دائما توجيهه اللي يعطيه حق الحكومة وبالذات الوزراء لما يزورونا، أو الجمعيات النفع العام وجمعيات والأنشطة اللي تتم، أنه الشباب هي الثورة الحقيقية، وأنا بودي ألا تقفوا عند حد. كل ما تريدون عندنا كقيادة ثم كحكومة متاح لكم. وحتى يدلل على ذلك بدأ يختار مواضيع معينة، التفوق ويركز عليه وشكل مجامع للتفوقين، نوادي الخاصة العلمية يركز عليها، ويمكن شفتوا في الأشهر الأخيرة استقباله لمجاميع من الشباب متميزين في أجزاء معينة، يمكن لعلها مؤخرا مجموعة من الأطباء اللي تميزوا، ويشجعهم ويبتدي يعني يلقي عليهم مسؤوليات. فموضوع الشباب بالنسبة لموضوع رئيسي جدا شاغلة اليومي، موضوع أو وقت الفراغ وكيف يملأ وقت الفراغ. يعني يريد أن ينشغلوا بالرياضة
وبالرياضة المتنوعة بالابتكار وخلق لهم يعني مراكز للابتكار والتطوير إبداعاتهم. فهذا جزء يسجل. الجزء الآخر أيضا اللي أنا انبهرت لما شفته يركز عليه بشدة هو تنوع مصادر الدخل. يريد أن يكون الشباب ليس فقط موظف اللي هو أسهل وظيفة، يريد أن ينتقل الشباب من القطاع السهل وهو القطاع الحكومي إلى قطاع المبادرات الخاصة. صحيح. لذلك دائما يسأل عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إيش كثر الشباب استفادوا من هذا الصندوق؟ نعم. ويسأل الوزراء، يسأل أكيد رئيس الوزراء، يسألنا إحنا شنهي شوفاتكم في البلد لمدى استفادة الشباب. وأيضا كان توجيهه أن لا يكون الشباب نظرا للوقت الراهن يلاحظ أن موضوع المطاعم والمقاهي بدأت تنتشر بأساليب حديثة، نعم جاذبة، لكن مو هذا هو الهدف النهائي لشغل للقطاع الخاص. القطاع الخاص والشباب بالذات في القطاع الخاص يجب أن يتنوع إلى أشياء مستمرة، لا تعتمد فقط على الشيء السهل وهو مطعم وأكل يعني مركب بشيء جديد. فموضوع أيضا المشاريع الصغيرة والمتوسطة كنوع من أنواع تنويع مصادر الدخل للدولة. صحيح. اللي أيضا لاحظت أنا فعلا وأعجبت فيه واستفدت أنا شخصيا منه، حتى موضوع الثروة الوحيدة اللي موجودة عندنا اللي هي النفط. يقول لماذا نعتمد على النفط وإلى متى كمصدر من مصادر الطاقة؟ عشان هذا الطاقة الشمسية بالنسبة له ولسنوات طويلة جدا، والحمد لله يعني معهد الكويت الأبحاث العلمية بتوجيهات مباشرة منه، وخصوصا جو عملوا مجموعة معارض أمامه حتى يورون التطور اللي حصل. الآن أنا أسر لما أشوف في بعض المناطق السكنية الإضاءات في الإضاءة في بعض الممرات والمناطق السكنية كلها بالطاقة الشمسية. هذا دائما هاجسة، فيعني البنية التحتية أحد هواجسة، منافذ البلد المطار وسهولة خروج المسافرين، وهو يدري أنه في السنوات القادمة وراح يدوبل ويتضاعف عدد المسافرين. يريد أن يكون مطارنا خصوصا الآن المنطقة متقدمة عندنا في المطارات بشكل كبير جدا. فهذه الأحاسيس دائما في ذهنه، يعني هذا يبعث نحن إحنا على الاطمئنان انه يعني يجب حرص سموه أن نعم حرص سموه انه نعم هو غطى ووفى فيما يتعلق في السياسه الخارجيه، غطى ووفى فيما يتعلق في حل المشاكل الاقليميه، غطى ووفى فيما يتعلق في ضمان الامن في داخل البلد، الامن الاقتصادي والامن الاجتماعي والامن الفعلي. يعني لكن المستقبل هاجسه، المستقبل جميل. معاليك ما ايضا نتطرق الى موضوع ايضا جدا مهم ولا يغيب عن سموه ويحرص دائما صاحب السمو حفظ الله ورعاه في هذا الشأن، وهو دعم وتنمية الاقتصاد الكويتي تماشيا مع الاقتصاد الدولي والعالمي. لذلك نريد أن نسلط الضوء على هذا الجانب ورؤية سموه نحو عندما أطلق هذه الرؤية أن الكويت مركزا ماليا وتجاريا، واهتمامه الشخصي للأمانة ودعمه للمسؤولين في هذا الاتجاه وهو الاقتصاد الكويتي. لا تنسى أنه أطلق من أول ما صار رئيس وزراء جمع كل القطاع الخاص وأطلق عليهم تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي. نعم. لكن مع مزيد من الأسف آماله والجدول اللي كان في ذهنه لم يتحقق لأسباب عديدة جدا، يعني أسباب أولا الداخلية ثم أسباب المحيط الإقليمي اللي الحين إحنا نمر فيه والمحيط الصعب. بس دائما عندما يأتون وزراء خارجي أو وزراء الاقتصاد أو رؤساء الدول المتقدمة يبحث معهم كيف نستطيع أن نحول ما هي العقبات التي تحول دون تحويل الكويت. يعني عندنا كل الأسس اللي يعني تساعدنا، لكن في بعض التشريعات الكأداء في صعوبتها اللي إلى الآن لم تتغير. عندنا البيروقراطية الشديدة جدا، عندنا توزيع الاختصاصات على إدارات ووزارات متعددة. هذه كلها عوائق يجب أن تزال حتى يتحقق ما يريد صاحب السمو من تحويل الكويت إلى مركز تجاري أو مالي ومالي. يعني هو لما يشوف مقارنة بما عندنا ولله الحمد ما عند الآخرين يقول ماكو مبرر أن لا نتحول إلى مركز مالي وتجاري. وعشان هذا البنية التحتية مهتم فيها، لشان أحد عناصر التحول إلى مركز تجاري ومالي بنية تحتية، وسائل اتصالات سليمة، طبيعي البنوك إحنا الحمد لله من واحدة من أرفع البنوك اللي موجودة عندنا في المنطقة، لكن عندنا أشياء كثيرة ناقصة، المنافذ البحرية والبرية المنافذ البحرية. عشان هذا الآن يتكلم عن المدن الجديدة، عن مدينة صبية، مدينة الحرير، يتكلم عن ميناء مبارك الآن إذا انتهى، يتكلم
يتكلم عن جسر جابر وكيف أنه سوف يقلص فترة الوصول إلى هذه المناطق الجديدة التي سوف تخلق. يعني مدينة الحرير هاجس له دائما، يثير هذا الموضوع مع كل جهات الاختصاص. فالمطار الرئيسي اللي تم توقيعه وبدأ الحمد لله بدأ فيه، المطار المساند اللي إن شاء الله مع مثل ما نسمع مع بدايات 2018 إن شاء الله سوف ينشأ، هذا كله عناصر رئيسية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. يعني بكل تأكيد السائح أو المستثمر لما يجي ويشوف النظرة في المطار ويشوف التعقيدات اللي تأتي يقول إذا هذه بيئة غير حاضنة لإمكانيات التحول. بس الآن فعلا يجب أن يكون الإنسان إذا مصف الخطوات اللي موجودة الآن تؤدي في نهاية الطريق إن شاء الله إلى تحقيق حلم سموه. نعم، أيضا سعى حضرة صاحب السمو إلى الاهتمام بالمواطن بشكل كبير جدا، فشون تشوف هذا التوجه في الاهتمام؟ والله أنا أشوف يعني نسبة استقباله للمواطنين المتميزين سواء كانوا دكاترة أو يعني كتاب ويعني حتى في مجال الفن والثقافة، يعني هذا الإبداع اللي حصل فيما يتعلق في المركز الثقافي للشيخ جابر. نعم، هذا المدينة فعلا هي مدينة تجمع يعني كل أسس الفن، يعني مركز ثقافي في الناحية الثقافية، مركز موسيقي، مركز أرشيفي، مركز مسرحي، يعني ثلاث أو أربع مباني جميلة جدا فيها أكثر من 8 مسارح وأكثر من مراكز ثقافية. والحمد لله حتى الآن في خلال الشهرين الماضيين منذ بدء الافتتاح يعني أثبت بأن بدأت تكون بيئة جاذبة. بيئة جاذبة أولا محليا للترفيه وللتثقيف، بيئة جاذبة سياحيا، يعني عدد الناس الآن اللي يأتون من دول الخليج ومن الدول العربية الأخرى يجب أن يعني يسترعي انتباه إدارة السياحة المعنية أن في عندنا جاذبية سياحية سوف تزدهر إذا ما مشينا بهذا الطريق. إذا إن شاء الله بعد سنة أو في خلال السنة القادمة إن شاء الله يتم افتتاح مركز عبد الله السالم الثقافي، وهو يحتوي على أكثر من 7 أو 8 متاحف في جميع مناحي الحياة، متحف فضائي، متحف بحري، متحف برلي، متحف تراث تاريخي، وسوف يكون أيضا أحد المعالم الرئيسية شكلا وموضوعا كما متحف مركز الثقافي للشيخ جابر كشكل ملفت للنظر. صحيح. 3 مجوهرات أو 4 مجوهرات وفعلا لم يخطئ من سواها جواهر الثلاث أو جواهر الأربع. هناك أيضا مبنى متميز جدا وهو المركز الثقافي بمكنونات الداخلية سوف يكون أكثر تميز. كل هذه أمور أولا تشغل الشباب الكويتي، مثل ما الآن الشباب الكويتي عدد اللي موجودين يعملون في مركز جابر بدأ يزداد، نفس الشيء راح يزداد هناك. صاحب السمو هدفه أن ينتقل الشباب الكويتي إلى عمل منتج وليس فقط استسهال الوظيفة الحكومية. نعم، أيضا نتحدث عن موضوع جدا مهم للأمانة وملفت النظر، وحضرتك يمكن تطرقت له بالبداية بشكل سريع، لكن بودنا أن نفصل بهذا الأمر بأن سموه دائما يحرص سواء عندما كان وزيرا الخارجية أو رئيسا الوزراء واليوم على قائد هذه السفينة وربان هذه السفينة، ما زال يحرص ويشدد على هذا الأمر بأن أكثر، ويلفت الانتباه عالميا بأن أكثر قائد عربي يحرص على الحضور بالمحافل الخليجية والعربية والدولية ولقاءات الرؤساء بنفسه، هو دائما يحرص على هذا الأمر. فبعد هذا الأمر ورؤية سموه بهذا الموضوع، يعني هذا أولا طبيعي نشأته، ليش أنا شفت، أنا يعني الحمد لله رب العالمين علاقتي مع صاحب السمو يعني كانت طبيعي من أول ما انضميت الخارجية، لكن العلاقة الحقيقية اللي أشوفها إن أكشن مثل ما يقولون وهو في العمل من أول ما جيت إلى نيويورك، يعني كان يختلف عن كثير من وزراء الخارجية فيما يتعلق في الاستجابة للمواعيد التي تطلب منا من قبل وزراء خارجية الدول الكثيرة في الأمم المتحدة. يعني عادة يعني أنت في اليوم تشوف لك 2 3 4 وتتعب كوزير خارجية عند مسؤول، لكن هو دائما جدول أعماله في عندما يكون في الأمم المتحدة غير إلقاء لكلمة الكويت، أكثر من 10 مقابلات في اليوم من وزراء خارجية لمختلف دول العالم في اليوم، وهو تقريبا يقعد في حدود أسبوعين. وكجدول مثل هذا كجدول ماذا معناته؟ معناه يعني أولا معناه أن هناك رغبة للسماع له، معناه أنه هو استعداد لإبراز دور الكويت، أن وزير خارجية الكويت متاح
لكي يتبادل الرأي مع الدول، وطبيعي ما راح يحشون ويشربون قهوة، إنما في مواضيع محددة في نطاق العلاقات الثنائية وفي نطاق العلاقات الإقليمية والدولية لحل المشاكل. وياما مشاريع تمت من خلال نيويورك نظرا لأنه هو اللي تصدى لها. فبالتالي عند هذا الحرص، الحرص الآخر عندما تقلد منصب رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي في وزارة خارجية، عندما كان يجلس في الاجتماعات ظاهرة غريبة، يقعد من الساعة 9 بدء الاجتماع ما يقوم إلا الساعة 1 لما ينتهي الاجتماع، بينما في مجالات أخرى طبيعي يترك للنائب، يترك لأي إنسان آخر. هذا الموضوع موضوع المسؤولية يتحملها من لما كان وزير خارجية، طبعا صار رئيس وزارة طبيعي كانت مسؤوليته أكبر، الآن سمو الأمير ما شاء الله عليه، يعني لا يترك مناسبة إلا أن يكون أول المشاركين في القمم، نظرا لأنه يحترم أن هذه سمعة الكويت، وإن كان في بعض الأحيان على حساب صحته وعلى حساب يعني الأمور الأخرى اللي مرتبط فيها، لكن سمعة الكويت عنده يعني مهمة جدا بالدرجة الأولى، يجب أن يكون متواجد ومشارك. أكو نوعي من التواجد، أكو متواجد يحضر المؤتمر يتم تصويره يقابل الناس ويروح، هو لا، لازم تكون عنده كلمة ولازم تكون عنده مداخلة في النقاش العام، يريد أن يبين أن الكويت ليس دولة هامشية. وطبعا الناس كلها تعرف أن الكويت ليس دولة هامشية، لأن الكويت عندها رأي وبالذات منه هو، فبالتالي يصر على أن تكون له مداخلات في كل موضوع ويثري النقاش، نظرا لأنه يقيس شلون الناس تشوفه وتقدره، فلا يريد أن يخذلهم. والله احنا كنا نتوقع من الكويت أنها تثري النقاش، فساكت رئيس وفد الكويت، لا، يتكلم ويثري النقاش ودائما يعني يقتدى فيه في هذا الموضوع. فيعني واحنا عطانا يعني في الحقيقة، أنا لما كنت مندوب دائم استفدت كثير جدا منه من هذا الحرص، أن مو المشاركة لا تأتي من مجرد الحضور الشكلي، إنما يجب أن تساهم في إبداء رأيك في المواضيع، نظرا في المحصلة النهائية العالم أصبح قرية صغيرة. قبل في السابق مثلا المجاعة اللي تحصل في أفريقيا ما كانت تهمنا، الآن لا، الآن المجاعات تحدث هجرات، والهجرات تحدث هجرات أخرى، وتتأثر المناطق الإقليمية المناطق المجاورة في الهجرات. فبالتالي ماكو مشكلة نقول له والله هذه مشكلة معزولة لا تخص إلا هذه الدولة، يعني هذه القفزة الكبيرة جدا والاستعداد لمساعدة اللاجئين في كل مناطق العالم وبالذات في سوريا، مو يأتي فقط، نعم أترك عمل إنساني بكل تأكيد دافع إنساني، لكن أيضا دافع للحفاظ على أمن المنطقة، لأن إذا تم يعني نسيان هذا الموضوع ومعاملتك أي معاملة لا تهمني، ففي المحصل النهائي راح الأثر السيء راح ينتقل إلى المناطق المجاورة وأيضا قد ينتقل إلى الكويت. نعم. فيما يتعلق في الآثار السلبية لترك هذه المجاعات والأمور تتدحرج إلى أن تصل إلى حدودك. صحيح صحيح. أستاذي، التوازن والوسطية كانت نهج ومنهج للعنوان الدبلوماسي اللي اتخذه صاحب السمو حضرته في هذا الأمر، كلمنا عن هذا الجانب. والله هو طبيعي ما شاء الله عليه يعني فكرة دائما فكر وسطي، لا يحب التشدد، حتى في الخلافات اللي تحصل بين الدول يقول إن الخلافات هذه دائما يؤمن في أنه لا يجب قطع شعرة معاوية، يعني ويؤمن في فكرة ثانية لا يوجد صديق دائم ولا عدو دائم. نعم. ويؤمن بفكرة أن المصلحة هي التي تحدد مسار العلاقات. نعم. طالما عندها الأفكار الثلاثة، يعني لا يوجد صديق دائم ولا عدو دائم، لا يجب قطع شعرة معاوية، عرفت شون، ومصلحة البلد تحتاج إلى التضحيات. نعم. وتحتاج إلى مثل ما يقولون باللغة الإنجليزية الكومبرومايز، أخذ وعطاء. نعم. فبالتالي هذا اللي حافظ على سمعة الكويت واسم الكويت. صحيح. يعني التطرف في كل شيء، فما بالك فيما يتعلق في العلاقات مع الدول. معليك أيضا نتحدث عن نقطة جدا مهمة ورئيسية، وأريد أن أوضحها للمشاهد الكريم. هذا الجهد اللي يبذله صاحب السمو وهذا الحضور بشخصه الكريم وحرصه على المشاركة وتقديم أوراق العمل والمداخلات والكلام اللي تفضلت فيه حضرتك، حرصا على سمعة دولة الكويت، انطباعنا الآن بعد هذه المسيرة، انطباع الدول الأخرى عن الكويت من خلال هذه المسيرة، لذلك يجعلنا دائما صاحب السمو تدخلاته في عملية الصلح والوئام بين هذا وبين ذاك، مقامنا لدى الدول الأخرى من خلال هذه المسيرة. بكل تأكيد مقام كبير جدا، ويعني لو أتيحت فرصة لصاحب السمو أنه يزور أو يلبي الطلبات اللي جايته لزيارة رؤساء الدول والدول، كان يتراولي ما قعد في الكويت،
هذه الزيارات لا تأتي فقط لأنه والله يبون يصورون معاه فوتو أوبورتيونيتي مثل ما يقولوا، لا، يريدون أن يستفيدون من هذه الزيارة، أولا في تنمية العلاقات الثنائية وفي الاستفادة من الفكرة وترشيح. هذه النقطة الأولانية. النقطة الثانية، شوف نسبة الاستجابة العالمية للمؤتمرات التي يدعي لها صاحب السمو. احنا في الخمس سنوات الماضية يعني صاحب السمو دعا إلى 4 أو 5 قمم، واحدة منهم كانت اوريدي يعني بالتناوب موجودة علينا، هي القمة العربية. نعم. عقدت في الكويت، قمة مجلس التعاون أيضا عقدت في الكويت بالتناوب، لكن هناك قمم هو صاحب السمو يعني دعا لها، القمة العربية الأفريقية. نعم. القمة العربية الاقتصادية، الملتقى الآسيوي. نسبة الحضور في هذه الاجتماعات القمم التي دعا لها صاحب السمو كان غير مسبوق من حيث العدد، رؤساء الدول. القمم كثيرة جدا في العالم، يعني أنت اليوم شوف القمم تدعي لها ما يحضرون إلا يعني ثلث أو يمكن نص الدول، والنص أيضا يكون مو على مستوى الرئاسة، يبعث لك وزير خارجية، يبعث لك نائب رئيس وزراء، يبعث لك رئيس الوزراء في أقصى الحالات. أما الحضور القيادات في الكويت كان دائما مميز. أعطيك مثل آخر، الثلاثة مؤتمرات التي عقدها حضرة صاحب السمو للوضع في سوريا والتبرعات واللاجئين في سوريا، 3 سنوات متتالية. صحيح. قمم 3، الحضور كان في تزايد، يعني يمكن في المرة الأولانية قلنا حضروا 70، ممتاز، كنا نتوقع في المرة الثانية حضور أقل، لأنه هو تكرار تقريبا. نعم. لكن نظرا لأنه شافوا أنه نتيجة المؤتمر وحكمة صاحب السمو في إدارة المؤتمر وصلت إلى نتيجة ريحت الناس، عدد المشاركين في المؤتمر الثاني كان أكبر، عدد المشاركين في المؤتمر الثالث كان وصل القمة. وهذا طبيعي لشخصيتين، أولا لدور الكويت وسمعة الكويت، لأن الكويت لما استهدفت هذا المؤتمر لم تستهدف لا غرض شخصي ولا هوى شخصي. نعم. فقط إنساني. لصالح إنساني، لصالح اللاجئين. نعم. ولصالح إطفاء حرائق الحروب اللي تحيط فينا. لذلك لما الأمين العام طلع عن النطاق المعروف وعطى هذا اللقب وعطى الكويت لقب المركز الإنساني، ترى هذه ما هي خطوة عادية. صحيح. الأمين العام الأمم المتحدة ينظر إلى الدول، ويجب عليه أن ينظر إلى الدول بالتساوي، لكن لا يستطيع أن يشوف هذه الظاهرة ظاهرة الدولة، يعني نعم مقتدرة لكن ما هي ملزمة، ما أكو شيء عليها يلزمها بأن تستضيف هذه القمم وتساهم في هذه القمم وتدفع مساهمتها في الوقت المحدد. نعم. وبدون غرض أو هوى، لا توجه هذه المساعدات لفئة معينة أو لنشاط معين فقط للاجئين، فشاف أنه قد يخلق قدوة للآخرين، وفعلا خلق قدوة للآخرين. لما أعلن صاحب السمو أن قائد إنساني أصبح قدوة الآن للآخرين، الكل يتمنى أن يحصل على من القادة أن يحصل على هذا اللقب، والكل يتمنى أن بلده تكون مركز إنساني. صحيح. طال عمرك احنا الحديث ممتع جدا وياك، ودنا لو أن نسمع أكثر عن صاحب السمو، لكن كلمة أخيرة حاب توجهها. أنا بوجه أقول حق الكويت، أهل الكويت، شعبي وإخواني وأعزائي وآبائي، أنهم هنيئا أولا لنا أن صاحب السمو الآن يعني تمر هذه الذكرى السعيدة، ويجب أن نكون سند له، ويجب أن نكون بمستوى طموحه للكويت. يجب أن لا نبالغ في خلافاتنا، يجب أن نتحد، نترك البغضاء والتشنج، والكويت بخير طالما إحنا تحت هذه القيادة الحكيمة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك معالي محمد أبو الحسن المستشار في الديوان الأميري، وشكرا جزيلا لقبولك هذه الدعوة، ودائما حضرتك من تألق إلى تألق، ودائما ننتظر طلتك على الشاشات المختلفة حتى نستمتع بهذا الحوار الجميل، وهذا اللي يجب أن نحرص عليه بشكل دائم، وحرصكم الشخصي للأمانة في هذا الأمر بأن نتحدث بين فترة وفترة عن مناقب سموه. فشكرا جزيلا لقبولك هذه الدعوة. شكرا جزيلا لقناة الراي على هذه الدعوة الكريمة. شكرا لك أستاذي. من القصائد المميزة التي قيلت في أمير الإنسانية هي قصيدة سمو الإنسانية للشاعر طالب الشريف.